السلام عليكم. في البداية بمناسبة مرور 40 سنة على تحرير الرهائن الأمريكيين الدبلوماسيين في إيران، أريد أن أشكر شعب وحكومة الجزائر على عملهم الإنساني والدبلوماسي في ذلك الوقت. كواحد من الرهائن في إيران، لن أنسى أبدا الخدمة التي قدمها زملائنا الجزائريين مثل السفير الراحل رضا مالك في واشنطن والسفير عبد الكريم قرايب في تهران. ولا يمكنني أن أنسى الأطباء الجزائريين في تهران وطواقم طائرات الخطوط الجوية الجزائرية التي نقلتنا من إيران والاستقبال الحار على الساعة 3 الصباح في يوم بارد من شهر يناير بمطار حواري أوميديا. بعد 5 سنوات من تلك الأهداف، كان لي شرف الأمل كسكرتير أول في السفارة الأمريكية في الجزائر. لن ننسى أنا وعائلتي أبدا اللود والضيافة التي لمسناها من الشعب الجزائري. حتى 40 سنة بعد ذلك اليوم المسيري، ما زال أتذكر جيدا اللود واحترافية الاستقرار الجزائري. أنا شخصيا لن أنسى أبدا خدمتكم وصداقتكم. ما أطيب التمنيات للشعب الفخور في هذه البلاد الجميلة.